نبدأ مع الدكتور الشامي من برلين، ما الذي يحمل كل الدول الغربية الداعمة وبسخاء لأوكرانيا أن تستمر في نفس وتيرة الدعم وربما وتيرة متسارعة مع كل موجات الفساد المتناثرة في أوكرانيا هذه الآونة؟ تحية لك بداية وضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هذا الأمر يشكل تحدي كبير في أوروبا وفيما يتعلق بموضوع الدعم الذي يوجه إلى أوكرانيا، ولا شك طبعا اليوم هذا تناقض كبير بين حال أو واقع الحال في أوكرانيا بما يعني يشوب العمل السياسي والعمل العسكري من فساد كبير حقيقة فاحت روائحه منذ يعني بداية الحرب، وليس هذه أول مرة. وكان هنالك أيضا موجة إقالات قبل سنة ربما من الآن لعمليات فساد، والفساد حقيقة لم ينتهي من أوكرانيا. القضية هنا ربما تعكس بشكل واضح جدا بأن يعني موضوع المساعدات ربما يعني كما بات يعرف الجميع هو بإملاءات أمريكية، يعني الموقف الأوروبي منذ البداية وعلى مدار الأزمة حتى الآن كان يحاول التملص بشكل أو بآخر من إرسال المساعدات إن كان المالية أو العسكرية إلى أوكرانيا، وكانت دائما قضية الفساد تطرح بشكل دائم إلى أين سوف ترسل هذه الأموال؟ أين ستصل؟ كيف يتم التعامل بها؟ إضافة إلى السوق السوداء للأسلحة، يعني القضية ليست هنالك فساد مالي فقط بل هنالك أيضا فساد وعمليات. لكن دكتور عبد المسيح، يعني ألا يمكن أن يرد على ذلك حتى من جانب بعض القوى الغربية الداعمة لأوكرانيا بأن هذه دولة أصلا تدافع عن الديمقراطية وجزء من معايير الديمقراطية هي الشفافية والنزاهة ومحاسبة المسؤولين أو الضالعين في فساد لا التستر عليهم والتعامل مع الأمر كما لو لم يكن؟ يعني هذا الأمر يمكن أن يحسب هكذا إذا كان الفساد خارج يعني أروقة الدولة أو مع يعني مسؤول واحد أو مسؤولين، وأن حالة الفساد ليست حالة عامة حقيقة. هنالك حتى يعني كثير من التقارير تطال زيلينسكي نفسه القضية أن هنالك فساد يتفشى في هذه الدولة من يعني بكل مكوناتها ومن أعلى مستوياتها إلى أدنى مستوياتها، والقضية أنه عندما يكون الفساد منتشر إلى هذا الحد السؤال هنا كيف يمكن الاستمرار في هذه الحرب، إضافة إلى أن هذا يعكس حقيقة أن الذي يجري أو يعني الوضع في أوكرانيا وكأنهم يتصرفون وكأنهم مرتزقة وليسوا أصحاب قضية. يعني عندما نتكلم عن حالة فساد تتفشى بكل مؤسسات ووزارات وفعاليات الدولة، القضية إذن ليست يعني قضية شفافية ولا قضية محاسبة فساد ولا قضية أن هنالك دولة يعني نزيهة تحاول بشكل أو بآخر تطهير نفسها من الفاسدين. الفساد ليس ثانيا حتى الآن، يعني هذه المحاسبة وهذا يعني الكشف عن الأمر لم يأتي من الأوكرانيين أنفسهم، بل هو بضغوطات أمريكية وأوروبية خارجية. والفساد حقيقة أو يعني تصويب يعني الأمر باتجاه الفساد والضغط باتجاه الفساد لم يكن من الداخل بل من خارج الدولة الأوكرانية، وهذا حقيقة يعكس أن ربما هذه المجموعة التي تحكم البلد هي تحكمها كمرتزقة تعمل لصالح الخارج وليس لها قضية تدافع عنها. فالقضية يعني قضية ارتزاق وقضية مافيا. لكن هذه مسألة أيضا مسألة أخرى، لأن أطراف عدة يمكن أن تقول نفس الكلام عن خصومها.